موضوع مؤلم وكبير ويحتاج منا كناس كده كبرنا في السن، خبراتنا توارثت، تعرف القصة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. المشاهد الكريم، في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع لبعض الناس قد يكون جديد، لكن لغالبية الناس هو موضوع مؤلم وكبير ويحتاج منا يعني كناس كده كبرنا في السن وخبراتنا توارثت مع العمر، انك انت تعرف القصة دي. قصة أنا دي من المشكلات الكبيرة خالص اللي ضعفت الإنتاج المبدع، ضعفت الفكر القيم. لو تشوف أنت حتى خطاب ربنا للناس، سواء حتى لو في الإنجيل أو في التوراة أو صحف إبراهيم وموسى، ربنا بيخاطبش فرد كده عشان هو الفردية والوحدانية لذاته بس، لكن بيخاطب الجمع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ده أمر. لو تبص للدول المتقدمة، وأنا أقول لك على اليابان، بتنجح في كل اللعبات الجماعية والفردية. إحنا اللعب الجماعية ما بننجحش فيها، لأن الفريق ذاته إن كان من 11 لعيب أو من 5 إذا كان في الباسكت أو الفوتبول أو الفولي بيفشل، لأن كل واحد عاوز يبقى هو النجم اللي في الفريق. ودي من المشكلات اللي احنا بنعاني منها كثير جدا، حتى لان دي تعود من تعودات من العادات التربويه المشكله. انا بتكلم كاستاذ تربيه ان كل واحد يبقى بيحل المساله لوحده. في اليابان لا، المساله يحلوها 2 ويحلوها 3 ويحلوها 4 ويحلوها 5 ويحلوها 6، فبيتعامل بنظام الفريق. احنا بنتعامل بنظام الوحدانيه، ودي من الشرور الكبيره اللي احنا بنعاني منها. لما بنسال احنا المرحوم احمد زويل بنقول له، يعني يقول لك ايه؟ مش لي انا، ده للفريق. الجائزه للفريق. هو احمد زويل اللي خد الجائزه على الابداع بتاعه، لكن كل مره يتكلم يقول لك ان ده شغل فريق. حتى يقول لك فريق كره القدم، لكن لما بيلعب يلعب واحد لوحده. طب وبعدين؟ امتى بقى دي؟ لا، دي عاوزه اعاده صياغه للفكر التربوي وللسلوك التربوي حتى نستطيع ان نخرج من هذه الازمه. حتى بعد يقول لك ايه؟ انت مش عارف انا مين؟ طب انت مين يا اخي؟ انت مين؟ انت فرد، لكن لما تبقى انت وسط جماعه بتبقى يعني شيء اجمل، شيء اقوى. احنا بنعاني من هذه المشكله، وبنعاني تربويا، وبنعاني ابداعيا، وبنعاني انتاجيا. وانا دايما حتى في دراساتي مع طلابي بجيب كده افلام تسجيليه عن العمل في المانيا واليابان. انا باخدهم الدولتين دول كدولتين نموذجتين في الابداع الانتاجي والفكري. اولا الفكر، انت وحدك ضعيف، لكن وسط الجماعة كبير وجميل وجيد. فكرة الفرد الواحد أو رأي الفرد الواحد يقتل، لكن رأي الجماعة خطأ واحد في الألف أو واحد في المليون أو واحد في المية، لكن خطأ الفرد لوحده لا، ده 100 في 99%. فبالتالي لو أنت سمعت هذا الكلام مش هتقول بقى يعني هنعمل إيه بعد كده، لا، نبدأ بقى كده هم. حتى لأولادنا كده هم، زمان في الزمن حتى التقليدي ان كان الناس ياكلوا كلهم في مائده واحده، عارفين انتوا الاكل اللي جه الاكل المستورد ده جزء من المؤامره عن الفريق، فكل واحد يبقى ايه بياكل لوحده.
كنا زمان نقلوا على طبليه واحده الاب والام، وتبقى قاعدين كده نوع من من التوأمه، ونوع من التعاون، ونوع من الايثار، ونوع من المحبه، ونوع من مين اللي يعمل، كل واحد يعمل في هذا المكان. لكن لما كل واحد بياخد سندوتشه ودخل اوضته وقعد قدام تليفونه، احنا اتفرجنا من دون ان نشعر، وبقينا بدل مقتار بقينا قليلين على قد كده. احنا كثار، لكن ايه يعني كثار الغيث مش كثار الزبد الذي ينفع الناس. حقيقة لو انت سمعت هذا الكلام حاول تغير حتى في اسرتك. انا مش هقول لك بقى غير مجتمع كله، انت مش هتقدر تغير المجتمع الا اذا ربنا هداه من فوق، لكن انت غير اسرتك، جمعهم على انهم يبقى فريق واحد، ابناء فلان الفلاني. كان زمان يقول احنا ابناء البلد الفلانية، ابناء القبيله الفلانيه. دوكيت يقول لك انا ابن فلان، انا نفسي بس مين كده. انت بتنتج، لكن بتنتج من خلال تعليم فريق كبير تعلمت فيه. الخبره بتاعتك دي خبره متواصله، مجموعه من الاجيال لهم الفضل في انت تكوينك وفي بنائك. فبالتالي احنا محتاجين ان نعود مره اخرى الى الجماعه. لو انت بصيت لاي عمل كده، خلينا في بنايه بيت، عشان يبقى بيت شوف كم واحد يشتغل فيه. طب لو في عمليه بتتعمل، ده العمليه بتتعمل بقى فيها طبيب تخدير، وفيها جراح، وفيها مساعد جراح، وفيها ممرضه، وفيها كبير تمريض، وفيها واحد ماسك المونيتور بتاع القلب. العمليه بقى فيها اكثر من 10 طنفار عشان يؤدوها على الاكمل وعلى الافضل وعلى الانجح. احنا محتاجين منكم لما تسمعوا اللي انا بقوله ديا، تفكر ازاي نجمع اولادنا على مائده واحده او على طبليه واحده. ولو واحد قال لك انا حابب لا تاكل معانا، مرة يزعل ومرة يزعل، في الاخر حس انه لما كان معانا اتعلم منينا ادب الطعام، وتعلم منينا ادب الاداء، وتعلم منينا ادب التعاون. ودي قضية من القضايا المهمة جدا. ياريت، وياريت دي يعني اوعى تقول الكل ياريت ما تعمل، لا ياريت امل، عشان خاطر نقدر نعود مرة اخرى الى الوحدة الانسانية اللي هي قد تكون امرا سماويا من رب العرش العظيم. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، وارجو ان تفعلوها حتى نستطيع أن نكون قد أدينا الرسالة وبلغنا الأمانة. اللهم إني قد بلغت، اللهم أشهد. كان معكم الدكتور أحمد كامل رشيدي.